ما بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة هناك الطبقة المتوسطة، وحسب التعريف الاقتصادي فهي القدرة على تغطية الحاجية الاجتماعية الأساسية مع الادخار. السيد عادل يتوفر على عمل قار ويعتبر نفسه أنه ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، لكنه يواجه إكراهات اقتصادية. أول حاجة هو الجانب المالي. الجانب المادي يمكن يعتبر إكراه ويعتبر مطبة بالنسبة لي شخصيا وللطبقة الوسطى المغربية، خاصة فيما يتعلق بجوانب التعليم الخاصة بالأطفال بالعائلة، ثم أيضا فيما يخص حتى يعني خلق توازن ما بين يعني الالتزامات العائلية والالتزامات الشخصية ثم الالتزامات المهنية. بحسب الإحصاءات لعام 2014 بلغت نسبة الطبقة المتوسطة بالمغرب نحو 58%، ووصل إلى 20 مليون شخص. هذه النسبة انخفضت إلى 50%. الطبقة المتوسطة هي مصدر الازدهار الاقتصادي ودورها مطلوب لتحفيز الاستثمار. من يستهلكه الأكثر في المجتمع هي الطبقة الوسطى. علاش؟ لأنه المفروض أنها تحرك الاقتصاد بالاستهلاك. الطبقة الفقيرة لا تستهلك كثيرا بسبب الفقر، والطبقة الغنية لا تستهلك كثيرا بسبب قلة عدد الأغنياء. هذه الطبقة الغنية لا تحرك الاقتصاد عن طريق الاستهلاك، لأنها الاستهلاك ديالها محدود، وغالبا الاستهلاك ديالها من مواد أجنبية تأتي من الخارج. حصر الطبقة المتوسطة ما بين الغنى والفقر يجعلها في تحدي دائم على الحفاظ على مستوى هرمها الاجتماعي والاقتصادي. وكما يرى الباحثون أنه لا يجب حصر الطبقات الاجتماعية في ثلاث نقاط، فهي مكونة من سبع طبقات تعلوها نخبة ثرية بنسبة 6% فوق تشكيلة واسعة من الطبقات العاملة والوسطى. إكرام الأزرق، قناة الغد، الرباط.